السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كل شي يكون بخير وعلى خير. نشكر كاع الناس اللي انضموا للقناه ديالي، ونشكر الناس القدام طبيعه الحال. ومرحبا بكم في القناه، يعني كتكبر بكم وكتعطيوني الطاقه انني نزيد القدام ونزيد لكم من الوصفات. ونشكركم على الثقه ديالكم فيا وانضميتوا للقناه ديالي. القناه يعني كتكبر بالفضل ديالكم، وانا نعطيكم المزيد والمزيد، نعطيكم الوصفات اللي انا مجرباها وكنصاوبها لوليداتي. ومرحبا بكم. حضرت اليوم تشيز كيك ديال اوريو، كنعرفوا الوليدات كلهم كيحماقوا عليه كبار وصغار، اللي هو ساهل، ما فيش الجيلاتين، ما درناش في الفران، يعني مكونات اللي هما بساط، وكتخرج لكم تشيز كيك اللي هي زوينه، هكا تقدموها لعائلتكم او يكون عندكم الضياف او الوليدات او لعيد الميلاد. غنقطع لكم طريف تشوفوها كي دايره باش تكون المصداقيه بيناتنا. بسم الله. كما قلت لكم راه كما كتشوفوا انتما كتشوفوا كتجي من الداخل، كتجي رائعه وقابضه في راسها. من الاحسن تخليوها تبات ليله كامله، انا خليتها بات ليله كامله، صابتها في العشيه ودرت لها التزيين في الصباح. اتمنى تعجبكم الحلوه ديال اليوم. كما قلت لكم ما بغيتش نعقد عليكم الحلوه، ما بغيتش ندير لكم فيها جيلاتين او يعني ندخل الفرن. هانتوما كتشوفوا كي كتجي من الداخل، كتجي من يعني قابضه راسها. هانتوما كيفاش كتجي، كتجي رائعه، كتذوب في الفم. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم ونشكركم، ودوزوا للطريقه والمقادير. هنا عندنا المقادير ديال تشيز اوريو. غنحتاج 4 ديال هذا اوريو اللي فيه 6 الحبات. غنحتاج هاد بيرلي 3، غنحتاج واحد جبلي، غنحتاج كاس هذا اللي كنشربوا به اتاي ديال الحليب يكون بارد، غنحتاج واحد هذه ديال الشونتي، غنحتاج 60 غرام ديال الزبده غندوبوها، من الاحسن تكون زبده ممتازه، وغنحتاج واحد الفاني. هادو هما المقادير، غنحتاجو لا جيلاتين لا حتى شي حاجه. بغيت نبسط لكم الوصفه. هنا الزبده غنديرها تذوب، الحليب غنرجعو للثلاجه حتى نبغي نطرب، هو والبيرلي هادو غنرجعهم للثلاجه باش يبقاو ليا باردين. وندوزو للاوريو غنحلوه ونحيدو منو هذيك الكريمه اللي فيه ونطحنوه. هنا عندي اوريو، غنحيد لي هذيك ديك الكريمه ونوضعها هكا في الطحانه، ولا هرمشو هكا بالمدلك. انا استمر على الطريقه هذه ومن بعد نتلاقاو. هنا من بعد ما حيدت هذيك الكريمه اللي في اوريو، هذه تاع دي غنستعملوها، غنطربوها مع الكريمه. هنا عندي اوريو من بعد غنطحنو. هنا نشد هذيك 60 غرام ديال الزبده غنديرها تذوب. هنا غنطحن هذاك اوريو، هنا من بعد ما تطحن هذاك اوريو هنا من بعد ما ذوبت هذيك الزبده غندفع على اوريو. صافي نخلط مزيان. تلبس لينا داك اوريو مزيان بالزبده. تقدروا الا بغيتوا طبقه تكون يعني سميكه ديال اوريو، تقدروا يعني تكثروا من، انا درت 3 ديال الباكيات، تقدروا ديروا نتوما 4 او 5، ولكن انا هذه يعني كتجيني طبقه اللي هي مناسباني. هنا من بعد ما تلبس مزيان بالزبده غندوز نديرو في الاطار. انا فضلت ندير هذا الاطار اللي كيتحل من الجناب، تقدروا نتوما ديروا هذا الاطار اللي كيتحلوا هكا، يعني من بعد كتطلعوه، او ديروا اطار اللي هو مربع. انا غنستعمل هذا البلاستيك هذا
يعني باش تجيني حلوه كان فينيا من الجناب. تقدروا انكم ما تستعملوش، ولكن انا كنفضل انني نستعمله. صافي غنوضع الوسط اوريو، هنا نجيب واحد المعلقه ونبقى نثبت هكا. هذا الشكل هذا، من بعد كنوضعها في الثلاجه تشد راسها بلا نوجد انا الكريمه. يعني احنا عارفين الوليدات كلهم كيحماقوا على اوريو، كما فيها بس مره مره نفرحوهم. او تقدروا تقدموها حتى فرديه، تقطعوهم يكون عندكم شي عيد ميلاد، او ديروهم مربعين، يعني ديروهم بشكل في هذاك الاطار المربع وقطعوهم فرديين هكا وحطوهم في تشكيله في بلاطو هكا اللي بالنسبه اللي كيصاوب عيد الميلاد او كالوليداتكم تفرحوهم. كما كتشوفوا انا قديت يعني السطح، حاولت كنضغط وانا كنقاد. صافي غنوضعها في الثلاجه ومن بعد نتلاقى. هنا غنقسم العمليه على جوج، غنطرب الجبن مع هاد الكريمه مع سكر فاني بوحدهم، وغنطرب الحليب مع بيرلي مع كريم شونتي، ومن بعد عاد نخلطهم. هنا غنضيف هذيك الكريمه هكا اللي حيدناها من اوريو، غادي نضيف هذاك السكر فاني. غادي نضيف جبلي، غنخلطهم مزيان. يعني إذا بغيتو الحلاوة أكثر تقدروا تضيفوا واحد نص كاس ديال السكر سنيدة، حيت الكريمة راه فيها حلوة. انا هنا غنضيف واحد جوج معالق ديال السكر كلاص، حيت كنعرفو الجبن كيكون شويه حامض. صافي غنحرك مزيان. انا غنحرك مزيان حتى ما يبقاوش يبانوا ليا دوك الكوتال ديال ديك الكريمه ديال الاوريو، من بعد نتلاقى. هنا غنضيف هذاك الحليب، ضروري ما يكون بارد مزيان من الثلاجه. غادي نضيف هذوك ثلاثه ديال بيرلي، وهنا غنضيف هذيك الخنيشه ديال كريم شونتي، وغندير كلشي يطرب. كتشوفوا الكريمه ها هي رجعت متماسكه هكا على هذا الشكل هذا. غادي نضيف لها ديك الكريمه ديال الجبن، هذيك الكريمه اللي عندنا ديال الجبن غنضيف ليها. هنا غنضيف هذيك الكريمه اللي كنا درناها بالجبن،
مايا وجدات كما كتشوفوا شدت راسها. هنا كما كتشوفوا راه الكريمه هي شدت راسها. هنا عندي شويه ديال اوريو غنفتفتو هكا بيديا باش يبقاو لينا طريفات اللي هما باينين. هنا نخلط هذيك الكريمه مع اوريو. هنا مع تمسكت كنت درتها في المجمد هنا نحاول نقاد ليها السطح شي مع هذه الطريقه هذه. صافي كنخليوها في الثلاجه واحد بين 3 حتى 4 السوايع، ولا كنتو زربانين عليها ديروها في المجمد خليوها واحد الساعه. صافي نتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. التزيين باش غنزين هذيك الحلوه ديال اوريو غنمشي بالمقص غنمشي ندور على هاد الكتيبه هذه وغنقطع كل حرف بوحدو باش نحطه فوق الحلوه باش يعطيني سميت اوريو. هذه اختياريه ما بغيتوش ديروها الكريم شونتي وزينوا بحبات ديال اوريو. نمشي مثلا هذا الحرف هذا تاع اوريو وهنايا ماش نقطعو حتى الاخير غتعرفوا علاش. لما كانتش عندكم هذه الكرتونه فقط قبضوا ورقه وكتبوا فيها اوريو. هنا نزول هاد الدائره هذه نزولها فقط بالسكين. هذا علاش خليته عن ندير ليه بحال هكا باش كي نقبض هذيك اوريو اللي طحنته حيت غنغطيه من بعد عيجيني سهل انني نهزه. الا ما كانش خليته عيجيني صعيب باش نهز هذا الورق هذا. هنا انا خليت ليه هاد هكا باش يجيني سهل انني نزوله فوق الحلو. هنا نمشي شويه بشويه غير بالسكين شي سكين يكون عندكم حاد. هنا نشد هذاك اوريو اللي طحنت وعندوزو مزيان فوق الحلوه. انا ما بغيتش نحيد الاطار باش ما يتوسخليش الجناب ديال تشيز اوريو. نغبروه مزيان الا ما كانش تقدروا ديروا تضيفوا غير الكاكا. نحاول نزول هذوك الحروف حاولوا معهم بشويه. هذا هو الشكل من بعد ما زولت. ثم ما تغبروش بزاف ما ديروش طبقه سميكه ديال اوريو الفوق ولا ديروا غير الكاكاو كما كتشوفوا معايا. انا نحاول نحيد هذا الاطار. هذا هو الشكل النهائي ديال اوريو ديالنا يعني تشيز كيك اوريو. كما قلت لكم تقدروا ديروه في اطار اللي هو مربع وتقطعوهم فرديين هكا عيد ميلاد او لما بغيتوا يكون هكا مجموع.
كما كتشوفوا راه كيجي رائع والوليدات راه كيحماقوا عليه. الاحسن حنا نصابوه اليوم في الدار. ونشكر كاع اللي اشترك عندي في القناه، مرحبا بكم، يعني نورتوني، ونتمنى تكون عجبتكم القناه ديالي. واي تعليق واي وصفه بغيتوها كتبوها ليا، نحضرها لكم على الرسولين.